السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في سيدة الدار سلسلة اصدقاء الحاجة فاطمة، ومع الحاجة نجاة الروكي اللي غادي تقدم لنا صابلي بالنشا مزين برقائق اللوز بمناسبة العيد على طريقتها الخاصة. نخليكم مع المقادير والطريقة ديال التحضير وفرجة ممتعة. حاجة نعم، مساء الخير. مساء النور. بمناسبة ان شاء الله اقتراب العيد الفطر، ياك غنديرو حليوة. ايه غنديرو حليوة حليوة تزين بها بلوز افيلي من الفوق. هاد الحليوة صابلي 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 نجوى. المهم هاد الحليوة صابلي هاد الحليوة كيتا عندك وعجبتني، ايه جوج مرات غزالة. صريت عليك انك ديريها باش يشوفوها الناس، ايه ياك زويده فعلا. يعني دقتها، نقدر نقول لهم هذه راه حليوه كتحمق ما شاء الله. فين المقادير؟ المقادير عندنا ميسي رابعه ديال الزبده ديال العبار، رابعه زبده العبار. عندنا نص كيلو ديال الفورس، نص كيلو ديال الفورس. عندنا بيضه واحده، وعندنا 50 غرام ديال المايزينا. ها هي نشا مايزينا نشا، ها هي كتعطينا كاس لارو 50 غرام. وعندنا خميره واحده، هذا الشيء اللي كاين في العجينه. واللوز ايتيلي وبيض البيض غندهنوا به من فوق الحلوه ونزينوا باللوز. صافي ديك الساعه نديو الفران. السكر كلاصي؟ السكر كلاصي ما قلتوش؟ لا، عندنا 200 غرام ديال السكر كلاصي. نعبروا اليوم بالكاس انا جوا؟ اه تنبداو ان شاء الله. يلا نبداو. ها هي ربعه الزبده درتها في قصريه، درت معاها قريصه الملحه، ولكن غندير السكر كلاصي خصني نعبر. ديال الكاس؟ هي خصي هكا الا بغيتي. جوج كيسان انا عارفه كيعطي جوج كيسان العنبة. اه ماشي الكيس الاول مغلوب باش ميبقاش فينا داك الكواري ديالو كي ديرو. نزيدو الكاس الثاني اللي كتغربل كيساعد. الثاني ما راهوش المهم جوج كيسان، جوج كيسان حاجة. دابا دخلتي داك السكر كلاصي في الزبدة. دخلت مجهول، دابا غنزيد بيضة. قلنا بيضة في المقادير. اه قلناها هي بيضة. دابا خلطت البيضة، دخلنا البيضة هنا جوا. دابا اش غنديرو؟ غنزيدو المايزينا. ها هي هي كنزيدو الفوس ونزيدو الخميرة صافي ونجمعوها. نسكنو كلو كدخلو، نسكنو كلو ندخلو كامل. كلو كدخلو ضربة واحد الزبدة راه فيها الزيت. الزيت ما كاينش، كان مزيانة الزبدة الفورس مزيان. صافي فيش الزيت. غادي ندخل الفورس بشوية بشوية. هانتي انا جوج شي، انا دخلت دابا كندخل نص كيلو كله. شت كبيتي كامل؟ دابا غندخلو كله لان الزبدة العبار راه كتكون مية دما. هادي ديال العبار؟ ديال العبار قلتها. صافي مزيان. دابا ربع زبدة نص كيلو فورس. ودابا نخلطو مزيان. بيضة جوج كيسان سكر كلاصي. ساهلة. هو 50 غرام ديال المايزينا. ساهلة. صافي. الحاجة شنو فاتنا؟ فاتنا حتى حاجة الحمد لله، حنا غير كنقطعو. ياك انا خليت كتدخلي كتدخلي الفرص في العجينه. اييه دخلته ودرت انا كناخذ كنسرح شويه بالمدلك. ما خليتهاش ارتاحت. ماشي مشكل، واحد داكشي كتقطعي وهي كترتاح. درتيها في الميكا. صافي ودابا كتقطعي مربع. دابا حبه البسكويت ديال البارح دوزناه في الماشين ديال رقيق، درناه رقيق. هذا لا، هذا نخليوه على ورقه، ما نديروش وحده على وحده، نخليوه شحال سميك. نخليوه وحده صافي شوية وصافي. أما باينة 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 نجوى. باين. شوفي نجوى ها هو الشيء. هيني دم خصي. ها هو الشيء. شوية يكون على داك الآخر ديال الماكينة. ما يكونش رقيق. غنديرو على وحدة. معانا نجوى. شكلك كتير بهاد البيض. إيه. ممكن نجوى وليت إثيري. حبيني بيه؟
هانتي نشف دابا ندهنو غير بالصبيع ها ندهنو بحال هكا هادشي هانتي نشف ندهنو ندهنو جوج ثلاثة أربعة ونديرو اللوز باش ميكرمش لنا البيض نحطو فوق منو اللوز يفيلي اللوز يفيلي شي لصق هذاك هو التزيين ديالو صافي هانتي نشف ناخدو اللوز يفيلي ونديرو فوق منو بحال هكا في شوية الخدمة ولكن شتي نجبو كيبان اللوز يفيلي نجبو كيبان هانتي ندهنو ثاني جوج ثلاثة مبغيناش نديرو الشيتة كيلصق مع اللاطا كيضيع كضيع الشيتة صافي نصفو هنا ونسبعو عاوتاني الفريشة ديال اللوز نبقاو غاديين بهاد الطريقة حاجه سالينا سالينا الحمد لله تبارك الله عليك شويه نكمل تبارك الله عليك الله يبارك فيك انا جوج استفناها حبه حبه فوق الصابلي واخا كتاخذ شويه ديال الوقت ولكن هاد الكميه ساهل انا جوج ياك زوينه ساهل زوينه لا داك الصح راه بريستيج انا جوج اخبارك ايوا راه لوزي فيلي ندخلو دابا للفرن ها انت والحراره اللي سخناها من قبل دابا غنديروها الفوق انا طيب من الفوق عاد نهودوها سحس القاعده كما العاده كما الحلوه اي حلوه ناقصه هكا ها هي هذيك يلا ديرو بين خليوها طيب ان شاء الله ان شاء الله حاجه انا نجبد دابا غنهبطو الصابلي هي هانتي ها هو الشيء هو باين ملي كيتحمر من التحت كيعطي اللون الشيء كيعطي اللون من الجنيبات هانتي شفتي هانتي دابا نهبطو التكراتينا هادي المرش شويه في الحنطه شويه وندخلوا لي باقي صافي نحنوا داك لي شاط علينا قبيل في ساعه كيتحمر هنايا ملي نهبطوا لتحت انا جوا ردوا البال ضروري ردوا البال تزيدي تحت بلا نقص نقصي هذا الشيء باش خليها على خاطري باش ما يغفلنيش يلا صافي حاجه وجد اييه انا جوا انت حتى كتشوفي شوفي كي داير شوفي انا مسيناتو شوفي هانت درا صابلي بريستيج انزوا راه ما رخاص عندنا المشاهدين الله يا ودي سير سهلوا على اللوز والكركاع سير يلا بغا تخليه يبرد الحاجه اه خليه يبرد دابا وندير حاجه اخرى ملي ما برد غندير ليه الزيكزاك ديال الشكلاط الشكلاط ان شاء الله يلا باش يجي زوين تبارك الله عليك الله يبارك فيك نجوى شي جوزال اييه بديتي كدير الشوكولا اييه هذا الصابلي اللي باللوز يفيلي نديرو ليه خطوط ديال الشوكولات ضروري ولا اللي ما بغاش يدير خطوط الشوكولات يدير النص ديال ديال الصابليه في الشوكولات انا فضلت ندير على الزيكزاك كيجي زوين حتى هو كيجي زوين كيجي احسن هانتي شتي صافي جاو ثاني هنايا نشوف باش يجي داكشي مقاد هانتي غير بشويه هانتي شتي نجبة نكملو ان شاء الله بنفس الطريقه للاخر اييه نكملو كلشي حاجه تبارك الله عليك الله يبارك فيك يا نجوى صابلي وجد اييه عندي مثال خفيفه وسريعه واخا غير بوحديتنا خدمنا ما كان عاوننا حد صحه وبالراحه وعيد مبارك سعيد علينا وعليك مازال نديرو حليوات اخرين ان شاء الله يدعي معنا بالصحيحه وعلى جميع المسلمين الله يخليك صحيحتك شكرا جديد يلا ياكلوا ويعاودوا ان شاء الله الصراحه جميل جدا اللي غادي يجربوا غيحمق عليه على دمياكم على دمياكم بريستيج صافي كوني هانيه العنوان ان شاء الله صابلي بريستيج من يد الحاجه روكي نجات روكي شكرا شكرا على المجهود شكرا على نجوى بارك الله فيك الله يعاونك
وصلنا لنهاية الحلقة، كنتمنى تكون نالت إعجابكم. ما تنسوا تشاركونا بصور تطبيقاتكم على المواقع الرسمية للقناة، وكذلك مشاركة المحتوى مع الأصدقاء، والاشتراك بالنسبة للزوار الجدد، والضغط على الجرس لتتوصلون بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار. وإلى اللقاء.